لكل محبينا ببرنامج عرب ويلز من السيارات، نحن معكم بمنطقة ماليبو بكاليفورنيا لوس أنجلوس، مع حدث كتير مهم كل عشاق الرام كانوا منتظرينه، خاصة مع شاحنات الرام اللي نزلوها آخر مرة عرضوها بمعرض دبي للسيارات الفئة الجديدة، وكان لنا لقاء فيها بمعرض سيما بلاس فيغاس السنة اللي مضت. الرام الجديد بفئة الريبل وعنا الليمتد. بالنسبة للمواصفات التقنية عنا نفس الشيء، بالنسبة لمحرك الـ V8 الـ 5.7 الهامي اللي بيعطينا 395 حصان و556 نيوتن متر من العزم. هلأ في عنا شغلة كتير مهمة، انه بالنسبة للريبل هذه اول مرة صار في عنا نظام الهيدروليك اللي بيتحكم بارتفاع السيارة بالنسبة لاربع خلوص، يعني اربع طرق مع عدة مراحل من تعليق السيارة لإخفاض السيارة أثناء ركوب السيارة أو للاستعمال على الطرق الوعرة بما أنها مخصصة للطرق الوعرة. بس صار في كتير فيها مميزات بالنسبة لداخل السيارة بتساعدنا على التعامل معها بالقيادة اليومية كل يوم، من حيث الأبس اللي موجودين بالسمارت نافيجيشن سيستم، بالسمارت الانفوتيمنت سيستم، السمارت لينك بالنسبة للرام. هذه كلها مواصفات حديثة بتساعدنا على استخدام السيارة بالقيادة اليومية لاستعمال عادي من بعد ما كانت شاحنات البيكاب مفضلة بس للاستعمال الهافي أو استعمال الأوفرود أو حتى باستعمال للمزارع. يعني في عنا توجه كتير ل يتابعوا مع الحياة الحديثة بالنسبة لاستخدام سيارة من الحجم الكبير، انها متوفرة باثنين بواب او اربع بواب، سنجل كاب او دبل كاب، ونظام الدفع الرباعي الذكي مع ناقل الحركة من 8 سرعات. وخليكم معنا، هنعطيكم تفاصيل اكثر بالنسبة لداخل السيارة والمواصفات الخارجية من الخلف. بكاليفورنيا بس السيارة استعمالها كتير هادي وكتير مريح. وهلا رح يكون في عنا لقاء تاني بعدين لنشوف إذا وصلنا لمحلات في عنا نختبر إمكانيات السيارة للدفع الرباعي مع محرك الـ V8 الـ 5.7، عم نحكي 395 حصان و556 نيوتن متر.
وبنفس الوقت في عنا نقل الحركه الجديد اللي ثمان سرعات، كله هذا بيعطينا قياده هذا. وبنفس الوقت في عنا امكانيات كثير قويه على الطرق الغير معبده، بس نبلش نختبرها ونوصل للمكان المقصود اللي رايحين له. خليكم معنا وتابعونا بالحلقه. أول ما شركة رام قرروا وبنفس الوقت أطلقوا الصور تعول رام الريبال باللون الأحمر والأسود إذا كلنا بنتذكر، عمل ضجة كتير بالعالم العربي، لأنه كانت السيارة بتتمتع بمظهر متوحش، بمظهر معد للأداء الرياضي على الطرق الوعرة، يعني سيارة جاهزة للطرق الغير معبدة. وهذا اللي اكتشفناه لما كنا بلوس أنجلوس كاليفورنيا بمنطقة اسمها موهافي، منطقة كلها بتتمتع ب طبيعة غير معبدة وبنفس الوقت طريعة وعرة. في عنا كتير حوالينا كمان من الراتل سنيك، الطبيعة الأمريكية الجافة والقاسية. اختبرنا الرام الربل بالفئة الفول أوبشن، يعني في عنا نظام الهيدروليك اللي بيرفع على 4 مراحل، في عنا فتحة الإزاز الخلفية اللي بتفتح وبتغلق على الكهرباء، في عنا السقف البانوراما. هذا كله ما بهمنا نحن لعشاء الطرق الغير معبدة بالويكند، يعني عشاء المغامرة، لأنه السيارة أثبتت مع عجلات البي اف جودريتش الكي او 2 الجديد، أثبتت أداء لا سبيق له ولا مثيل من حيث الأداء والتعامل، خاصة أنه مع محرك الـ 5.7 الهامي لـ 395 حصان، وفي عندنا 556 نيوتن متر من العزم مع ناقل الحركة من 8 سرعات. ومثل ما شفنا ما في شيء بيوقف هاي السيارة، دائما كان العزم والتورك جاهز ليعطينا هالسيارة ويتنقل فيها، اللي بيبلغ تقريبا وزنها بيزيد عن حوالي 2700 كيلو، يعني عم نحكي فوق 2.5 طن. وبنلاحظ الهواء قوي. بنفس الوقت تذكروا انه صحيح طرق رملية وفي عنا بعض الخشب، بس بنفس الوقت العجلات ما كانت منفسة، يعني كان المحرك عم يعمل مجهود، وهذا الشيء اللي اختبرناه مع الرام الريبال، ورح توصل لعنا على اسواق الشرق الاوسط ودول الخليج باخر سبتمبر. خليكم معنا بحلقة جديدة من عرب ويز لسيارة تانية.